موجه له التحيه. هو كاتب وملحن. صح. يعني العفو مع تقدير الكل، يعني هو يعني يفكر مو بس يغني. صح. يعني هو يعني يكتب، يعني يكتب كلام شعر حضر دكتوره. نعم. يعني فكر يفكر وملحن. اما قضيه الفرقه لا، اولا كنا في وقتنا مو باسماعيل، كان وياي صلاح حسن. صح. ولد كان اسمه وسام، بعدين فنان يعني تحيه. عندك علي كان ويانا، اسمائهم علي.